السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحه؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، تكونوا بخير ان شاء الله وبصحه حسكم يا ربي. وشكرا لكم بزاف. وقبل ما نبدا معكم الفيديو نقول لكم البنات ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم كتشجيع عليا باش يدخل معايا ناس جداد البنات. مهم دائما كنطلبكم ديروا لي لايك على حساباش باش يدخل معايا ناس جداد البنات. راكم كتشوفوا في القناه راه غادا لقدام وصلت البنات حاليا 87800. الحمد لله راني غاده، مابقى والو ل 100000، مابقى قد ما فات. بكم ان شاء الله البنات، بكم غنوصل 100000 ابوني وغنفرح ويجيني الدرع ان شاء الله. المهم البنات، هذا الفيديو راه كنت غنحطو لكم البارح، ولكن راه بزاف البنات اللي عارفين اشنو وقع البارح. كنت حطيت في الانستغرام لان البنات هذا الفيديو كنت باغا المهم مونطيه ونقاد لكم البارح، ولكن مني شفت حكيمه طيبه ليا بزاف وكنت سولت البنات قلت لهم راكم كتعرفوا شي حاجه، وريتكم البنات الاخوات معايا في الانستغرام وريتكم الكريمات، يعني شحال من كريمه شريت. انا كنشوف راسي كنخسر غير في الفلوس وما كاين حتى فائده، ما مابقاش كيهمني كاع غير صح ليا، لانها طابت ليا بزاف البنات. عاد ليا ما نقولش لكم حمراء كيف ما عطيشه، والحبوب ما عرفتش شنو غندير ليها صراحه. جربت جميع الكريمات ورسلوا لي البنات كنقول لهم هذه مجربه هذه مجربه هذه مجربه. حاليا خديت كريمه اخرى وكندير ليها دابا هذه الكريمه، هذه راني مقابلاها. البنات اللي كيقولوا لي هي مسكينه مني كانت صغيره بشرتها حساسه، كتوافق ليها الكريمه المره الاولى شويه ما كتبقاش توافق ليها، عند البشره عند الجلد ديالها البنات لابو ديالها عندها رهيفه رهيفه حساسه. انا بناتي دائما عندي هذا المشكل، ولكن هذه بزاف، هذه كملات لي يعني موافقه ليها حتى كريمه الحمد لله. دابا بانت لي اليوم شويه، وشكرا كاع الاخوات اللي كيسولوا لي الله يخطيكم والله يكبر بكم. كاع البنات اللي يسولوا فيا صراحه الله يكبر بكم والله يخطيكم والله يخلي لكم وليداتكم، هادشي اللي نقول لكم وتشوفوهم ان شاء الله كيف ما بغيتوا يا ربي الله يخطيكم. المهم هنا الغزيرات كيف ما كتشوفوا بديت لكم الفيديو مع الصباح غنشارك معكم هذا النهار كيف ما كتشوفوا الغزيرات صافها على الصالون، لان البنات هاد المهم هادي البارح ليله الاحد وراكم عارفين ملي كيكونوا بنيات في الدار شنو ما كيربونوا ليك. وبقاو البنات يعني ما نقولش لكم خليت الصالون هكاك، كنت غدا الصباح وغنوض ليه ونجمعوا. وكيف ما كتشوفوا هانتوما البنات شحال ديال الغبابر وشحال ديال الواكلين الليمون معمره لي مشبيكات وهادي كنحط ليهم حكايه. المهم الفواكه جافه في الليل وما نقولش لكم البنات ضروري من المهم الغزيرات مرات غوت ما خلاتنيش نشقى على خاطري. هم كملين الاعصاب يا بنات الاعصاب، شكون في حالي؟ عرفتوا البنات راكم عارفين اللي عندها الوليدات وعرفتوا الجو خاسر، يعني ما نقولش لكم راني اشنو دايره، كنخرج هاد نشرت الحوايج شويه بالكتصب شويه دخلتهم شويه نشرتهم هنا شويه انا غنخرجهم ثاني يضربهم برد ما نقولش لكم والله يصاوب صافي. المهم نخليكم مع الفيديو البنات، غندوز نشارك معاكم كيف ما كتشوفوا. بغيت نشارك معاكم البنات بغيت ندير واحد الخبيزات ديال الزرع ديال الزرع كيف ما كتشوفوا عندي هنايا البنات الزرع اللي غنوريكم بروفيو النخاله ديالو. اش نقول لكم البنات شهيت، وخاصه البنات في الصباح مع واحد كنسخنوا نسخني هذا الخبيز غنديرو في الفريغو. شوفوا البنات شفتوا يعني البلبوله وهذا وهذيك النخاله ديال الزرع. هنا درت غير زلافه صغيره غير كيبان لكم هنايا زلافه صغيره اللي درت، مابغيتش تكثر فيها البنات الفورص لانه غير صحي، بغيت نستمن من هذوك الخبيزات بالزرع الصراحه. المهم هنا بغيت نشارككم معكم كيجي صراحه غزال. هنا عندي البنات الخميره اللي درتها مع واحد ملعقه كبيره ديال السكر وشويه الماء دافئ خليتها حتى تطلع، ودزت هنايا البنات درت واحد نصف كاس ديال الزيت، وعندي واحد الكاس البنات ديال اليوغورت مسوس. ضروري ما ديروها البنات الا كنتو باغيين ديروا بحال الخبيزات ديال الزرع، كيجي الصراحه الخبيز يعني مزوينات وكيجي رطب كيجي رطب الخبيز. المهم انا غنشارك معكم وغتشوفوه مني غنطيبوه البنات. صافي هنا كيف ما كتشوفوا غنحاول نرخف العجينه حيت هو كيبغي ضروري البنات ترخفيه حيت فيه هذيك النخاله ديالو رقيقه النخاله كتشرب الماء. صافي هنا البنات ها
حاولوا ديروا يوغورت لانه يوغورت هو كيف قلت لكم يعني ضروري ديروه لانه هو اللي كي باش كيجيب الخبز رطب يعني ما كيجيكمش قاصح. صافي ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا كان عجن وكان عطيتها الماء مزيان حاولوا تعطيوها الماء البنات. بالنسبه اللي باغا تعجن بحق خبيزات ديال الزرع راه كيجيو لذادين بهذه الطريقه هذه. صافي هنا البنات خليتهم كيخمروا وبالصينيه بغيت نوجد معكم هاد الطويجين. الصراحه البنات كيجي لذيذ. هنا البنات عندي اللحيمات اللي ديال الغنمي شديتهم البنات سلقتهم نصف سلقه عزيز عليا الغنمي انا نسلقو نصف سلقه باش يحيد منه داك الدسم ديالو. هنا كيف ما كتشوفوا البنات فرش خيزو هو اللي درته في الطاجين في الاول ودرت البصيله ودرت الحيمات درت عليهم العطريه وعندي هنا واحد البصله كبيره البنات اللي شديتها حتى هي درتها من الفوق كيف ما كتشوفوا. وهنا عندي بقاو شي ولادات ديال الخيزو اللي غندوز البنات نزين بيهم كيف ما كتشوفوا. صراحه الطاجين راه كيجي لذيذ لذيذ راكم شفتوا في الاول كيف جا. صافي هنا بالنسبه للبطاطا البنات باش تجيكم كيف ما كتشوفوا باش تجيكم البنات مقاده حاولوا تضربوا ليها الطريف التحتاني باش يجيكم قاده في الطاجين. هذو راه كيديروها المحترفين في الطاجين باش يجي الطاجين مقاد زوين. هنا عندي البرقوق وعندي المشمش وعندي الزبيب وباش غنزين لانها الطاجين كيجي البنات يعني ما بين المالح والحلو كيجي المذاق ديالو غزال. صافي جبت شويه الربيع درت واحد الطرف ديال المطيشه كما كتشوفوا زينت به ودرت هذيك الجبيبينيه فيها شويه الملحه وشويه الملون ودسكن بحكا كان نكبو على هذيك الخضيره باش يجي المهم يجي اللون ديالو زوين. صافي ودرت البنات زيت الزيتون وكيف ما كتشوفوا الطاجين ديالي كيفاش كيجي قبل باقي ما طاب ما والو. وعاد غنشارك الناس من بعد ما خمرات عندي غناخذ البنات شويه الفورص هذا الشكل وغنبدا ندير حيت هي كتلصق هانتوما البنات وغنخليها هكذا حتى تحاول تطلع عندي مره اخرى ورجع معكم باش ندرسها. هنا البنات رجعت معكم كيف ما كتشوفوا من بعد ما عاود دلكتها وخليتها ثاني طلعت واحد شويه. هنا عندي البنات الحمراء هي باش غندوز نقرصها. صافي وغناخذ البنات نبدا نعبر انا عيني ميزاني على حساب الخبيزات اللي باغا بهذا الشكل هنا. صافي نكمل هكذا هانتوما البنات هما البنات من بعد ما قرصتهم كيف ما كتشوفوا هما صافي غنخليهم يخمروا وغادي ندوز نطيبهم. البنات من بعد ما خمروا كيف ما كتشوفوا باش يجيكم محمرين يعني ما يجيكمش بيضين حاولوا البنات ترشوهم شويه الماء كيف ما شفتوا انا كيف درت. البنات شديت صغير واحد شويه الماء درته في كاس وكنرش عليهم صافي وغندخلهم البنات في الفران بلا ما يعني بلا ما ديريهم بالفرشيطه تقويهم بالفرشيطه بلا والو البنات ديريهم هكذا في الفران. وكيف ما كتشوفوا الطويج اللي شاركت معكم ما نقولش لكم على طويجين كيف جا البنات كيجي ملابق وزوين البنات شهوة منه الصراحة درت عليه في ثلاث خارات. صافي وكان هذا هو الطويجين اللي شاركت معكم جربوه البنات وردوا عليا الخبر صراحة كيجي غزال. وبالنسبة لكيف ما شفتوا البنات بغيت نشارك معكم الخبيزات راه كيجي وما نقولش لكم البنات هذا غنخليه أنايا الفطور في نص الصباح الصباح عزيز عليا مع زيت العود واعر جفن البنات صراحة جا غزال ورطب رطب رطب البنات. صافي وبالنسبة للطويجين ها هو
غزالات رجعت معاكم، جيت نختم معاكم الفيديو. عفسوا البنات، اش بغيت نقول لكم؟ جيت نخوي عليكم قلبي، نقول لكم لي دارني ولا اله الا الله محمد رسول الله. بزاف البنات اللي في الفيديو اللي قبل من هذا قالوا لي زهراء مالك حاضيه تمارا وحاضيه السياق وحاضيه الاداب وباركه وتشقاي وخرجي دوري. البنات واش واحد شي اخوات لي زهراء واش راجلك ما كيبغيش يخرجك؟ البنات كل ما كان راجلي ما كيبغيش يخرجني يا اما هو يشجعني على البيرمي. راجلي اصلا قال لي دوزي البيرمي باش ديري طويني بيت ودي تخرجي دوري مع بناتك. هو دائما كيشجعني، يعني من الانسان اللي كيشجعني الصراحه. يعني انا بيرمي كنقول لا ما تشدوش، هو كيقول لي لا دائما، وبحال كنبغي نتفرج في شي حاجه يقول لي ديما ايوا البيرمي اي حفظي، ديما كان مشجعني دائما كيقول لي تشجعي. وصراحه يعني ما خمم كيويا شوفي اذا سقطتي نعاود ندفع الفلوس ونعاود ندفع الفلوس تشدي هذا البيرمي، انا معاك تشدي البيرمي. يعني كاين دائما كيشجعني، ماشي كيف قالوا شي اخوات كيقولوا زهره واش من راجلك يعني ما كتقوليش راجلك كيخرجك؟ شنو البنات، راجلي انا بالعكس انسان طيب والله يحفظه ليا ويخلي بنياته ويخلي لي صحيحته يا ربي. بالعكس هو كيقول لي الخرجيه هو البنات راه كيجي يعني من تمارا كيجي هذا هو اصلا خدمه راجلي شويه صعيبه فيها تمارا، وانتيا كتشوفي فيه جاي مسكين معذب هذيك السويعه اللي يرتاح فيها داك اللي يخرجني. وزائد البنات يعني ماشي انت غيرتي وراجلك، راه عندك بنيات عندك سرايبي غادي تخرجي فيها في هذا البرد في الصيف. ايه كنت كنخرج راكم انتو كتشوفوا، واخا ما كنتش كنشارك معكم كلشي كنت كنخرج البنات مخرجو كيويا زهره. خرجي كلي الزنقه البنات، تقول لي واحد اخت زهره خرجي كلي الزنقه، واحد اخت متتبعه فاني عزيزه عارف راسي عزيزه عليها تلاقي زهره خرجي كلي برا دي بنيتي كلي برا. البنات حاليا لا، لانني يعني دابا باغا كيف قلت لكم باغا نشري طوينيبيل، باغا عندي شحال من حاجه باغا نديرها. يعني بالعكس انا داكشي اللي غناكلو في الزنقه اللهم ناكلو في داري نصيفو في داري. وقالوا لي شي اخوات زهره راك دائما غتبقاي كتحسي براسك مضغوطه. لا البنات انا ما حسيتش براسي مضغوطه الحمد لله. تحديت المرض ديالي، كنت مرضت واحد الفتره اللي ما نقولش، دابا الحمد لله كنحس براسي شويه بخير. هذوك الكوتشي حبستهم ما بقيتش كنشربهم نهائيا، كندير غير كاموميل البنات هي اللي نافعاني في الليل كنشربها كنعس في الليل الحمد لله حاسه براسي مزيان كنت بخير وكنت فرحانه. كان جاي الوالده ديالي كنت قلت لكم جاي وقت باكل وجيت بالزويتينات الوالده ساعه البنات ضربوا لنا كلشي للزيرو. اش نقول لكم البنات، باغين يقتلونا باغين يعصبونا. تصوروا دارك ويسدوها عليك كتحسي بالفقصه. ورا كذلك الجاليه المغربيه حاليا نقول لكم واحد الحاجه البنات، انا بعدا با راكم عارفين يعني بومي كيمشيو وكيجيو وخاصه با با دابا عرفتوا والله البنات شحال من بي مشى ليه شحال ديال الفلوس ضاعوا ليه ملي بدات هاد الكورونا هادي. وعرفتوا راه كاينين الناس اللي عرفتوا شحال ديال الفلوس مسكين ماشي ليه بزبابل ديال الفلوس كيخسر فيهم بعد البيو ما كيعقلوش عليك، وخاصه الا كنتي مقطع في التليفون صعيب باش كيردوا ليك. وهذيك العربيه ما كتردش، ديك العربيه ما كتردش نهائيا، الفلوس كتقول لك تتقطعي قبل ما يسالي العام ولا فات العام شالك البي. والله الا البنات الاب ديالي بعدا انا مشحال مشاو ليه ديال الفلوس، وحاليا هو مقطع هو الوالده ها هو البيت هو مشى ليهم. يعني اش نقول لكم بعدا انا ما فاهمه والو والله ما فهمت حاجه. الله يهديهم علينا وصافي. انا ما غاداش المغرب احنا باكل اصلا الوراق ديالي باقي ما واجدينش، ولكن البنات كيزيدوا عليك نقول الله يهديهم علينا على الجاليه المغربيه. والله البنات هادشي اللي كان غزالات، وهنا غنحبس معكم الفيديو ونقول لكم السلام عليكم وصلى الله عليكم. شكرا كاع ليكم كاملين كاع اللي كيسولوا كاع اللي كيطمئنوا ليا لا يخديكم والله يكبر بيكم البنات ويخليكم صحيحتكم قبل عليكم.